أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بأبرز العناوين الواردة في المواقع والصحف الإخبارية الصادرة لهذا اليوم. صحيفة فرنسية، ماذا قال المواطن الفرنسي بعد إفراج المتمردين الحوثيين عنه؟ صحيفة نيويورك تايمز تتساءل كيف أثارت وفاة خاشقجي ردة فعل أمريكا بينما لم تحرك مشاهد القتل في اليمن؟ جريدة الحياة، 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم القاعدة في اليمن. أهلا بكم، والبداية من موقع المصدر أونلاين والذي عنون في تقرير على صفحته الرئيسية 5 مديريات في المهرة الأكثر تضررا من إعصار لبان. قال الموقع إن السلطات الحكومية اليمنية أعلنت عن التفاصيل الأولية للأضرار التي خلفها إعصار لبان الذي ضرب السواحل الشرقية الجنوبية للبلاد. وقال نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين إن المديريات الأشد تضررا من إعصار لبان هي الغيضة، قشن، حصوين، منعر، المسيلة، مشيرا إلى أن الإعصار خلف أضرارا بشرية ومادية إضافة إلى موجة من النزوح. أوضح أن السيول الناجمة عن إعصار لبان تسببت في هدم كثير من منازل المواطنين والقضاء على محاصيل المواطنين الزراعية ونفوق أعداد من حيواناتهم في وادي الجزع وحصوين والمسيلة، إضافة إلى توقف السوق المركزي والمستشفى المركزي بالغيضة عن العمل. اتهم تقرير صحفي منشور في الموقع الأمريكي بوز فيد نيوز مرتزقة أمريكيين استأجرتهم الإمارات لتنفيذ مهمة اغتيال النائب أنصاف مايو في عدن، ويومها كان الصحفي عبد الرقيب الهدياني موجودا ضمن الصحفيين الذين تحدث التقرير عنهم. وفي مقاله المعنون ليلة الهجوم الإرهابي كنت هناك، والذي نشر في المصدر أونلاين، يتذكر الهدياني ما حدث يومها. كنا 10 صحفيين من عدن وزملاء لجأوا إلينا من محافظات عدة تقع تحت سيطرة الحوثيين، منا مراسلو صحف محلية وأمريكية وخليجية وكتاب ومذيعو برامج في فضائيات محلية. الساعة 9 من مساء 29 ديسمبر تمركزت على غير العادة مدرعة إماراتية جوار البنك الأهلي على بعد 100 متر تقريبا شمال المكتب المستهدف. شاهدتها بنفسي من سطح المكان واعتقدت أنها لتأمين البنك. وهناك مدرعة أخرى مع حراس البنك المركزي على بعد 50 مترا تقريبا جنوب المكتب المستهدف، إضافة إلى نقطة تفتيش أمنية أخرى على بعد أمتار شرقا في تقاطع الخط الواصل نحو صيرة. الساعة 10 مساء هز انفجار عنيف ومن قوته سقط جهاز المكيف المثبت على النافذة على رأسي وتحطم الحاسوب المحمول الذي كنت أعمل عليه، وشعرنا جميعا برعب وهرعنا إلى السطح. علمنا من الحارس فيصل الصبيحي أن باب المكتب الرئيس قد تحطم بفعل الانفجار، واعتقدنا أن هناك اقتحاما من قبل الإرهابيين لتصفيتنا. حصل هناك اضطراب كبير في المكان، ولكن لم يكن أمامنا حيلة سوى الانتظار أو تسلق سطح المبنى والهروب إلى الخلف، وهي صعبة ومخاطرة. ولكن بعد دقائق أخبرنا الجيران الذين كانوا في موقع ساعدهم على رؤية ما حصل. أوضحوا لنا أن الإرهابيين قد هربوا بعد انفجار سيارتهم. كان حديث الجيران أيضا أن الإرهابيين ترافقهم مدرعات وسمعوهم يصرخون ويتحدثون بالإنجليزية. أعترف أنني عندما قرأت اعترافات المرتزقة وصور الفيديو عبر موقع بازفيد الأمريكي شعرت بالدهشة والرعب من جديد، خصوصا وقد اعترف المرتزق الإسرائيلي إبراهام جولان أنه ثبت المتفجرات على البوابة، وكان المفترض أن يتم القضاء على كل من كان في المبنى وأنا وزملاء الصحفيين من هؤلاء. يا الله، أي شر استوطن هؤلاء الأشقاء العرب. ما فتأنا نرحب بهم منذ مجيء التحالف العربي الداعم للشرعية ونرفع صورهم وصفحاتنا في فيسبوك وتويتر شاهدة على ذلك.
في تقرير ترجمه الموقع بوست أن جيم سكيث الرئيس التنفيذي لشركة هوليداي سواب سيسافر إلى القطب الشمالي 80 درجة شمال الدائرة القطبية الشمالية ويظل فيها حيث الظلام لمدة 24 ساعة، وذلك في 26 من نوفمبر 2018 في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على أزمة الصحة العامة في اليمن. وقال سكيث عن مشروع جمع التبرعات إن الغرض من هذه الرحلة هو رفع الوعي الذي تشتد الحاجة إليه لأزمة الصحة العامة التي تواجه اليمن حاليا، وأشار إلى أن الأزمة في اليمن لا يتم الإبلاغ عنها بشكل كبير، وأكد أن هذه الرحلة تقع على بعد 1300 كيلومتر شمال الدائرة القطبية الشمالية وتتضمن مخاطر عالية. وأضاف: ومع ذلك أنا على استعداد لاتخاذ هذه المخاطر لتسليط الضوء على هذه القضية، والهدف الأولي هو جمع 50,000 دولار للمساعدة في مكافحة مرض قابل للعلاج ويمكن الوقاية منه، وجميع التبرعات هي موضع ترحيب مهما كانت كبيرة أو صغيرة، وسوف تذهب مباشرة لدعم أولئك الذين يعانون في اليمن. إلى موقع المشاهد نت والذي تحدث عن منتج زراعي كانت تعرف به محافظة صعدة لكنه يواجه مخاطر كبيرة بسبب الحرب، وعنون الموقع: الرمان الصعدوي سباق الإنتاج في زمن الحرب. تحدث الموقع عن علي البحري الذي يحرص على بيع الرمان الصعدوي لزبائنه في كل موسم، ومثله الكثير من الباعة الذين يعرضون الرمان فوق سياراتهم في أسواق العاصمة وعلى قارعة الطرقات الطويلة بين صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية. وتتصدر محافظة صعدة التي تنسب إليها تسمية الرمان الصعدوي المرتبة الأولى في زراعته وإنتاجه على مستوى اليمن، إلى جانب زراعته في محافظات صنعاء وعمران وذمار. وعلى الرغم من التداعيات السلبية التي خلفتها الحرب على القطاع الزراعي في اليمن، إلا أن الرمان الصعدي ما زال يحظى بإقبال كبير داخل اليمن وخارجه لجودته العالية وتفرده في المذاق. وشهدت الأعوام الثلاثة التي سبقت فترة الحرب في اليمن إنتاج 30,000 طن من فاكهة الرمان المزروعة في 2574 هكتار، لكن الإنتاج تراجع خلال فترة الحرب بسبب تعرض بعض المزارع لقصف الطيران وارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات وانعدام المشتقات النفطية. يقول الباحث في جامعة صنعاء المهندس الزراعي حامد عبد الله للمشاهد: كثير من مزارع الرمان تعرضت للقصف من قبل طائرات التحالف العربي، وقتل العشرات من المزارعين الذين لا ناقة لهم في هذه الحرب ولا جمل. عن كيف تلعب الدراما العربية دورا سلبيا في تكريس الصور النمطية للشخصيات والأفعال، كتبت لنا مامكيغ مقالها في صحيفة القدس العربي. لقد سبق وتشبعنا من ثنائيات الخير والشر في بعض الأفلام القديمة، تلك التي كانت تصور الإنسان الشريف طيبا مسكينا منكسرا لا يكف عن التغني بلقمة الحلال الحلوة. أما الشرير النصاب الذي يتقن فنون الغش والاحتيال فهو الذي يبدو ذكيا قويا ذا حضور وسطوة ويعيش في بذخ وترف طوال مدة الفيلم، ليحسم الأمر في الدقائق الأخيرة من الفيلم بأن يدخل هذا السجن ويبقى الأول على حاله طيبا مستسلما خانعا راضيا باللقمة الحلال. وكم خلدت السينما العربية عبارات عتيدة ظلت تردد على ألسنة الأبطال في كل الأعمال، من مثل الفقر مش عيب، وكأنه يفترض أن يرسخ في خلفية وعينا أن الثراء هو العيب، وبدون أي ميل للتعميم ومع الإقرار أن ثمة أعمالا تستدعي الإعجاب إن لم يكن الانبهار. أعود لأتساءل لماذا ما زالت معظم الأعمال الدرامية العربية تبحث عن الإثارة الفارغة في حين ما زال المتلقي العربي يبحث عن ذاته فيها وعما يعينه على فهم نفسه ومساعدته في إدارة حياته وتعقيداتها، وعن الأعمال التي تساعده على التخفيف من حالة الاحتقان والاختناق التي تلازمه ليل نهار، وليس تلك التي تزيد من منسوبهما لتدخله بطواعية إلى حالة من اليأس والعدمية، الحالة التي يقف على مشارفها أصلاً. كما لم يعد كافياً تصوير الأحداث في الأماكن الفارهة من مكاتب وفلل وقصور، ولم يعد كافياً المنسوب الطافح من البذخ والأناقة المفتعلة في الشكل كما نرى مؤخراً في معظم الأعمال،
ذلك كله لم يعد مقنعا أو مقبولا إن لم يطرأ التطور الطبيعي المفترض على المضامين، مجرد إشارات وتساؤلات آمل أن تجد إجابات مقنعة لمشاهدين أعتقد أنهم أضخموا بالسطحية والاستخفاف والتفاهة. يجب أن يفهم أي مراسل قام بتغطية كارثة إنسانية ما قاله ستالين مرة لأحد المسؤولين السوفييت أن وفاة شخص واحد يعد مأساة، لكن موت مليون شخص يعد إحصائية. هذا مقتطف من تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز بعنوان كيف أثارت وفاة خاشقجي ردة فعل في أمريكا بينما لم تحركها مشاهد القتل في اليمن. وللحديث عن الضحايا اليمنيين تستشهد الصحيفة بما يقوله علماء النفس من أن الناس يعانون من رد فعل عاطفي أكبر لموت واحد من موت عدد كبير، حتى لو كانت الظروف متطابقة وبشكل أكثر تعقيد كلما زاد عدد الضحايا قل التعاطف الذي يشعر به الناس. لسنوات ربما استفاد القادة السعوديون من هذا التأثير دون علمهم. ترى الصحيفة متسائلة كيف يمكن لأي فرد أمريكي حتى واحد في الحكومة معالجة آلاف حالات الكوليرا التي تسببت بها الإجراءات التي تقودها السعودية في اليمن، خاصة عندما ساعدت الولايات المتحدة تلك الإجراءات. اغتيال خاشقجي مختلف، إنه مرتبط بشكل خاص بالرجال والنساء الذين يديرون السياسة الخارجية الأمريكية هنا. صحفي متعلم يسافر عبر العالم، وهو من نوع الأشخاص الذين يتمنى كثير من الناس أن يكون صديقه أو صديقه، وقد جعله عموده الخاص في صحيفة واشنطن بوست عضوا غير رسمي في النخبة المثقفة، وهو ناد يعتبر الكثير من مرتاديه أنفسهم أعضاء فيه. وعلى الرغم من أن الحكومة السعودية قد ألمحت إلى أن خاشقجي قد قتل من قبل عملاء مارقين، فإن وفاته تعتبر بالفعل قصة شخصيتين متشاحنتين، الصحفي الناقد والملك المتقلب بطل الرواية وخصمه. إذا كان من الأسهل تعاطفا مع معاناة فردية مثل معاناة إيلان كوردي من المآسي واسعة النطاق، فربما تكون قصة عمل وحيد مغضب مثل قتل خاشقجي أكثر إغضابا من سنوات من القمع والتدخلات السعودية. إلى جريدة الحياة اللندنية والتي عنونت 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم القاعدة في اليمن. تقول الصحيفة إن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت رفع قيمة المكافأة التي ستقدمها الولايات في مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قاسم الريمي إلى 10 ملايين دولار. أفاد بيان صدر عن الوزارة ليلة الخميس الجمعة بأن برنامج المكافآت من أجل العدالة قرر رفع قيمة المكافأة المخصصة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى التعرف إلى زعيم القاعدة في جزيرة العرب قاسم الريمي وتحديد مكانه واعتقاله أو إصدار حكم في حقه من 5 ملايين إلى 10 ملايين دولار. يذكر أن الريمي أدرج على لائحة الإرهاب الأمريكية في عام 2010 مع تجميد أرصدته المصرفية داخل الولايات المتحدة وفرض حظر على أي تعاملات مالية معه. المبعوث أو عسكري من ذهب مدني من ماس، تحت هذا العنوان كتب سمير عطلة مقاله المنشور في الشرق الأوسط مضيفا: يدخل العسكري العربي الحكم كي لا يخرج منه حيا. هذا الذهبي القلب والسيرة والسريرة تولى حكم السودان ربيع 1985 وخرج ربيع 1986 بعدما أشرف على انتخابات نزيهة أعادت السلطة إلى الشرعية المدنية ممثلة بالصادق المهدي. اللواء فؤاد شهاب كان العسكري الآخر الذي ترك رئاسة الجمهورية صباح اليوم الأخير من ولايته، وما عدا ذلك فقد امتلأ العالم العربي خلال القرن الماضي ثكنات وإذاعات وبلاغات تحمل الرقم واحد، واختلت الاقتصادات وهبطت الجامعات وعلت أسوار السجون واتشحت البيوت حزنا وسوار الذهب كان فرح الأمة. عسكري من أعلى طراز ومدني من أرفع المقامات عندما خرج من السلطة لم يتطلع لحظة واحدة خلفه، لم يعد إلى السياسة لأنه كما كان فريدا في العسكريين كان فريدا في المدنيين. عبد الرحمن سوار الذهبي قال لجعفر النميري:
الأفضل لك وللسودان أن تغادر إلى أي مكان ترتاح فيه، لأن خسائر البلد لم تعد تحتمل. ولم يكن لديه أي مانع أن ينتقل النميري إلى القاهرة ويعيش ضيفاً على حكومة مصر التي كانت تزدحم يومها باللاجئين السياسيين، وأشهرهم قبله صدام حسين وبعده الصادق المهدي نفسه. فقد تناوب سياسيو العالم العربي على السلطة في عواصمهم وعلى المقاهي في القاهرة أو في بيروت وأحياناً في عمان، التي لحقها نصيب من أفواج المطاردين على طول وعرض هذه الخارطة في ظل علامة ذهبية واحدة، لا طارداً ولا مطارداً، لا متآمراً بالبزة العسكرية المثقلة بالأوسمة ولا بالعمة السودانية. بعد أن اعتقلته ميليشيا الحوثي لعدة أشهر في صنعاء لأنه توقف بالغلط في ميناء الحديدة بعد أن نفذ الماء من قاربه، البحار الفرنسي ألان غوما يتحدث عقب الإفراج عنه، وتعنون صحيفة ميدي ليبر الفرنسية الكلمات الأولى للرهينة السابق في اليمن بعد عودته إلى فرنسا. قالت الصحيفة في تقرير ترجم خصيصا لقناة بلقيس أن الفرنسي الذي كان معتقلا في اليمن منذ يونيو أطلق سراحه يوم الثلاثاء، ووصل يوم الخميس 18 أكتوبر إلى مدينة بيزرز الفرنسية، وكان إخوته وأقاربه قد استقبلوه في مطار شارل دي غول في باريس. وكان البحار الفرنسي معتقلا من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن منذ يونيو الماضي، وقد تمكن من التحدث عبر الهاتف مع عائلته منذ مساء الثلاثاء الماضي من سلطنة عمان عن حالته الجسدية. يقول: لقد أنهك جسدي، وأما لحيته فيقول ضاحكا: أرادوا مني أن أحلق، قلت لهم أنني أريد أن أصبح مسلما، لذا احتفظت بها لفترة من الوقت. بعد ذلك لإزعاجهم قمت بحلقها، ولكن ليس بالكامل، لأنني قرأت في كتاب بأنها تحافظ على اللياقة العصبية والقوة الروحية، وقد ساعدني ذلك أمامهم بشكل جيد في الحفاظ على القوة. وقد توجب على ألان غوما أن يقوم بزيارتين طبيتين إلى المستشفى أو لمستشفى عسكري قبل إطلاق سراحه بالكامل، وعلى الرغم من أنه وعائلته ناقشوا ظروف احتجازه، فقد أعرب عن أسفه لعدم تمكنه من العودة إلى قاربه في ميناء الحديدة. وحتى الآن لا نعرف شيئا عن الظروف التي صاحبت صفقة تحريره من أسره في اليمن. من هو المشير عبد الرحمن سوار الذهب؟ يتساءل موقع شبكة البي بي سي. توفي الرئيس السوداني السابق عبد الرحمن سوار الذهب، الذي وصف بأنه الزعيم العربي الوحيد الذي تنازل طوعا عن السلطة، عن عمر يناهز 83 عاما في المملكة العربية السعودية. ولد سوار الذهب في مدينة الأبيض في عام 1935، وتخرج من الكلية الحربية وتدرج في السلك العسكري في عام 1971، وأثناء انقلاب العسكري السوداني الرائد هاشم العطا رفض تسليم حامية مدينة الأبيض العسكرية عندما كان قائدا لها، حتى استعاد الرئيس الخامس للسودان جعفر النميري مقاليد الحكم بعد أيام قليلة. ورغم أن هذا الموقف فقد أبعد تعسفيا عن السودان إلى قطر، حيث عمل هناك مستشارا عسكريا للشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. وفي أعقاب انتفاضة إبريل 1985 التي أطاحت بحكم جعفر نميري، تولى سوار الذهب رئاسة المجلس العسكري الانتقالي ورقي لرتبة المشير، وقد تعهد بعد تسلمه السلطة بأن يتخلى عنها خلال عام واحد لحكومة منتخبة. وبالفعل بعد عام قام بتسليم السلطة للحكومة الجديدة المنتخبة برئاسة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وعقب ذلك اعتزل العمل السياسي وترأس منظمة الدعوة الإسلامية. سقطرى بعين مصور أمريكي هو إريك هامون، الذي زار الجزيرة مطلع 2017، وقد نشر مجموعة كبيرة من الصور التي تظهر جمال الجزيرة. في جولتنا المصورة نطالع بعضا من تلك الصور التي نشرها الصحفي.
رسامو الكاريكاتير يعبرون عن وجهات نظرهم بطريقة مختلفة، حيث تمتزج الألوان بالمواقف والأشكال بالصور. نتابع مجموعة من هذه الرسوم. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.